شارع شريف. النهارده معانا فاشن ديزاينر اول مره تشرفني وتنورني، استاذه نوران النشار، منشرفانا النهارده. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام. احكي لنا كده، بما ان احنا اول مره نتقابل، دخلتي ازاي في عالم الفاشن؟ انا بديت ان انا نزلت معرض من المعارض اللي كانت بتعرض شغل ديزاينر، وانا كنت بحب طول عمري ان انا بحب اللبس، يعني طول عمري بحب اللبس، وبعدين شفت الديزاينر عاملين شغل حلو قوي قوي، كلها صناعه مصريه، فابتديت ان انا اقول طب واي نوت، طب ليه انا كمان بدل عندي الموهبه دي، وبحب الهدوم، بحب اللبس، وبحب بس ممكن تبقي بتحبي اللبس بس ما عندكيش يعني التكه بتاعت الصنعه. التكه بتاعت الصنعه اخدت كورسات. انت دارسه ايه اصلا؟ انا اساسا خريجه اعلام قسم تلفزيون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اوكي. وابتديت ان انا اخد كورسات في الباترون كمان، ان انا اقدر ان انا اعمل لنفسي الباترون، وابتديت ان انا اتفرج على فاشن شو كتير جدا لمصممين ازياء معروفين، سواء في مصر او في الوطن العربي او حتى عالميين، ان انا برضو اخد منهم خبره واحده واحده، واشتغلت. طيب انت بقالك قد ايه؟ بقالي 3 سنين. دي كولكشن رقم 6 تقريبا ليكي؟ تقريبا اوكي. طيب كل ديزاينر بيبقى فيه قماشه بيحبها، الوان بيفضلها، حاجات زي كده؟ مفيش حاجه معينه بحب اشتغل بيها وحاجه لا. بس براعي ان هي تناسب المراه اللي بتنزل تشتغل، يعني حاجات تكون عمليه. طب انا شايف حاجتك ابريمي دي اللي بعد الظهر، وحاجات كاجوال. تمام. ده تخصص حضرتك مش كده؟ انا اكتر لا سواري، لا ما بشتغلش سواري الى الان، بس انا بحب جدا السواري. لكن الى الان انا بعمل حاجات ابريميدي وحاجات كاجوال. انت بتخاطبي المراه العامله البسيطه؟ المراه العامله البسيطه، المراه البسيطه اللي هي ممكن الحاجات دي تقدر انها تروح بيها الشغل، او تقدر تخرج بيها بعد الظهر. لكن يعني ما اعتقدش ان هي حاجات سواري، يعني ما بشتغلش سواري. طب انت الخامات اللي حضرتك بتستخدميها حاجات مصري ولا مستورده؟ انا بشتري من مصر كل الخامات من مصر، بس هي مستورد. في مصري، في مستورد، في الحاجات التطريز وكده انا بجيبها من هنا. اللي حضرتك لابساه ده مصري؟ ده مصري 100%. اوكي. القماش وكل حاجه. اوكي. طب وايه الالوان اللي بتفضليها؟ عشان انا لقيت كل الالوان في الكولكشن. انا شخصيا انا بحب الالوان الباستيل. الحاجات الباستيل. الباستيل اوكي. البنكات، الخضرات. اوكي، احنا هنشوف فاصل ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. فاصل ونرجع لكم، خليكم معايا على صباحتك. رجعنا لكم مره ثانيه، وزي ما انتم شايفين معانا النهارده مصممه الازياء استاذه نوران النشار، عامله حاجات السهل الممتنع، حاجات كتيره اغلبيتها تنفع المراه العامله زي ما قلنا، في كمان فساتين تنفع السيدات والبنات، بيروحوا ممكن بيها النادي، بيروحوا يعني بيروحوا الجامعه، يروحوا النادي بالظبط، ينزلوا بيها بعد الظهر يعني. مش انت حاجتك بتبيعيها ازاي؟ انا عندي ستور. عندك محل؟ عندي محل. اوكي. واونلاين. فين محلك؟ قولي. في جنينه مول. احنا ما دام انت حاجتك مصري نعمل لك دعايه، ما عندناش مشاكل. واسمه ايه؟ اسمه جلامور باي نوران. جلامور باي نوران. والفيسبوك والانستجرام؟ الفيسبوك جلامور ديزاينز باي نوران محمد، والانستجرام جلامور باي نوران. اوكي. طيب مين اللي بيساعدك في الكولكشن، ينقي معاكي، يقول لك ده حلو وده مش حلو، ولا انت ديكتاتوره مع نفسك كده؟ لا انا ديكتاتوره مع نفسي. ما بتحبيش حد يتدخل؟ لا، ما حدش بيساعدك في جزئيات معينه، ما بحبش حد يتدخل فيها، بس انا بارتنر مع جوزي، هو اللي ماسك المسائل الماديه والحاجات دي، هو المسؤول عنها. أوكي. لكن اختيار الديزاينز والخامات والكلام ده كله انا المسؤوله عنه. طب انت بتعتبري برضو محظوظه ان انت عندك بوتيك بتاعك بتبيعي فيه الحاجات، مش كل ديزاينر المصممين بيبقى عندهم الامكانيه ان يبقى عندهم محل يعرضوا فيه. بس انا برضو على فكره ما وصلتش للمحل غير يعني اعتمدت على نفسي من الالف الى الياء، ان انا اقدر ان انا اخد الخطوه دي. طب بس عشان تبقي فاتحه محل وملياه وفي كولكشن، ده عايز كميه انتاج كبيره قوي. انا عندي مصنع وموديلات كتيره قوي. اكيد طبعا. انت ما بتاخديش من حد، كله حاجتك؟ لا كلها حاجتي من الالف الى الياء. من الالف الى الياء. اوكي. بتعملي كام موديل بقى في السيزون تقريبا؟ 20 موديل تقريبا، من 20 ل 25 موديل. بس ده يكفي السيزون؟ ده يعني اول كولكشن ممكن يبقى من 20 ل 25. تاني كولكشن بيبقى ممكن 15، على حسب بقى الوقت اللي بيفضل في بتعملي السيري كم قطعه؟ يعني كم مقاس؟ فور 4 مقاسات. بتبتدي 38 ولا كام؟ ببدا 38، يعني ببدا ميديوم لارج، اكس لارج، 2 اكس لارج. اوكي. وكل موديل بيبقى فيه كذا لون بقى، بدل مصنع مش كده؟ طبعا كل موديل بيبقى فيه يعني 3 الوان 4 الوان على حسب. معلش عايز اعرف، في موديلات بتبقى لون واحد. انت بداتي على طول بفتح المصنع؟ لا طبعا انا ما بداتش على طول. انا بدات في الاول ان انا عملت عند ترزي عادي خالص، وبعدين بقت ورشه كبيره، وبعدين قررت ان انا يبقى ليا المكان بتاعي اللي بصنع فيه حاجتي. بتصدري؟ لا بس بودي اوردرات بره مصر. بره مصر. ده شيء. طب تعالي نشوف الجزء الاخير من الفاشن شو. نشوف الجزء الاخير، يلا بينا. مزيكا. الله 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 الله، نوروا النور. شرفتينا النهارده ونورتينا. ربنا يخليك يا شريف. ميرسي ان انت معانا، وكل كولكشن وانت طيبه. ربنا يخليك وانت طيب. متشكره جدا يا شريف. اشكرك. ميرسي الاستاذه نوران النشار على وجودها معانا النهارده، والتصميمات اللي شفناها الخاصه بيها. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، ونشوفكم بكره ان شاء الله. النهارده 3 يعني ننهي بنشيد شارعنا تحت الشباك. شكرا لكم. باي باي. مزيكا.